زيارة السيد مسرور البرزاني فريدة من نوعه في هذا التوقيت بالذات، ليس زيارة الأولى، كان في الأمس زيارة واليوم وغدا ستكون هنالك زيارة. هناك ترحيب من الوسط السياسي والوسط البرلماني لهذه الزيارة رغبة من الجهتين، هنالك التسريبات اتفقت رغبة الجهتين على تصفير المشاكل سواء يتعلق بالحقوق الدستورية والقانونية أو فيما يتعلق بأزمة الكركوك أو ما يتعلق بالظرف التي تمر مع دول المجاورة، علاقاتنا مع دول المجاورة وتصريحات الدول المجاورة التي نرغبها كان نوعا ما استفزازية بحق الشعب العراقي وأزمة المياه والقوانين التي تمر. أنا أعتقد هنالك اتفاق ستحدث بين الحكومتين عن طريق اللجان الفنية والمهنية والمشكلة بصرف الرواتب الحكومة تقليم كردستان لحين كقرض لحين أعطى حصة الأقليم. أنا لست فني حتى أعلم ليس كقيمة، ولكن هنالك نسبة حقوق نسبة حقوق إقليم في الموازنة هي 12.69 من الموازنة الاتحادية بعد استقطاعات نفقات السيادية والبترودولة وتنمية الأقاليم. أنا أعتقد عندما يتم صرف الموازنة سيتم هذه صرف هذه الرواتب بطريقة المقاصة، استقطاع من حصة الأقليم كردستان.